أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الاقتصادي نناقش طيلة 45 دقيقة التحديات التي بات يعيشها الاقتصاد المصري بعد خمس سنوات من الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك خمس سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية وعزوف المستثمرين وانحصار عائدات السياحة وتنامي الخطر الإرهابي نتساءل في حلقة اليوم عن مدى تحقيق ثورة الخامس والعشرين من يناير لأهدافها من عدالة اجتماعية وحريه وتحسين لمستوى المعيشه. على ان نتساءل في الجزء الثاني من البرنامج عن تاثير تراجع القياسي لاسعار النفط العالميه على الاقتصاد الجزائري وعن الاجراءات التي اتخذتها الحكومه في ظل تراجع احتياطات الدوله من العمله الصعبه. مواضيع نناقشها هنا في الاستوديو مع كل من امين ابو طالب مدير المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير اهلا ومرحبا. بك أهل سيدي أهل ومع الدكتور محمد الالفي الخبير في الاقتصاد السياسي اهلا ومرحبا. مرحبا بك وتنضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه من القاهره السيده باسنت فهمي عضو مجلس النواب والخبيره المصرفي اهلا ومرحبا بك سيدتي من القاهره وابدا معك اهلا بك أفن. الاستثمار أهلاً. وصل في حدود الاربع مليارات دولار فقط السنه الماضيه انخفاض في حجم النمو الاقتصادي زياده معدلات البطاله يعني يقول بعض الخبراء والمتتبعين للشان الاقتصادي المصري ان خمس سنوات التي عاشتها مصر منذ الثوره هي سنوات عجاف ما رايك طبعا كانوا سنوات صعبه للغايه الحقيقه لكن ما نقدرش ننكر اننا لا ذلنا متماسكين وده يرجع لي من وجهه نظري الشخصيه لحاجتين اساسيتين الشيء الاول وهو ان احنا كان عندنا حجم اقتصاد غير رسمي كبير قوي وده الحقيقه كان من بالرغم من انه نقطه كانت دائما سلبيه واحنا لازلنا عاوزين نعالجها الا انه ساهم في القضاء على نسبه كبيره من البطاله وسند جزئيا الاقتصاد الجزء الثاني اللي كان ايضا على نفس درجه الاهميه ان لم يكن اكثر هو اقتصاد الجيش الحقيقه قوات المسلحه كان دايما عندها اقتصاد موازي خاص بها لما حصلت الازمه الماليه في مصر وشدود بعد الثوره حصل تطور هائل انها بدات تساعد في تحريك الاقتصاد الى حد ما ودخلت في مشروعات كبيره قوي وكمان من سنتين بدات الشرطه ايضا الداخليه تساهم هي الاخرى بجزء ليس بقليل في هذه في هذا الموضوع ولذلك ايوه كانوا سنين عجاف. لكن الحمد لله لم يكونوا بالاثر اللي احنا كنا متخيلينه احنا في منطقه كلها مشاكل حوالينا حدودنا كلها عليها حروب زي ما حضرتك شايف لا. الارهاب داخليا بي... صحيح بينكمش لكن لازال موجود الاحتياطي النقدي عندنا شبه تلاشى عندنا مشاكل كبيره السياحه تاثرت الاستثمارات الاجنبيه تاثرت لكن إلى حد ما أقدر أقول أن إحنا بدأنا نحط رجلينا على الطريق المستقيم أو السليم نعم. إذا الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من هذه الخمس السنوات <applause> محمد الألفي هل هذه الثورة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحسني مبارك هل حققت أهدافها من عدالة اجتماعية حرية تحسين لمستوى معيشة المصريين أم لا؟ يعني الحقيقه يعني لن اخوض في فكره هي ثوره من عدمه يعني انت عارف ان انا بالنسبه لي بعتبره ربيع دموي ولم يكن ربيعا رغم اعتراف الكامل بحجم فساد كبير و, و... 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 ورشا وفي في معظم المنطقه العربيه مش في مصر بس وبايد احتياجات ومطالب الناس لكن لم تكن ثورات بالمفهوم التقليدي للثورات التي يكون لها برنامج وقاده لتحقق تنمية وما كانش يبقى فيه الخمس سنوات عجاف اللي حضرتك اتكلمت عليهم مع السيدة بسانت فهمي لكن خلينا أقول لحضرتك أنه من يمكن أفضل ما أنتجاه هو أن استعاد الشعب ثقته بنفسه فأنه يكون صاحب قرار في الخمس سنوات دي الشعب تعلم الكثير سواء من 2011 أو من 30 2013 وانت كل هذا إنه الشعب أصبح يملك قرار في إنه يختار مين يحكمه، إنه الشعب يملك قرار في إنه يدعم من يؤيده لقيادة البلاد، ولله الحمد إنه يعني إنه جاء رئيس إلى مصر عنده ملفات واضحة. والحقيقة الملفات اللي بيشتغل عليها هي ملفات احتياجات الدولة المصرية منذ عقود، يعني إحنا عندنا شايفين في قطاعات كانت بدأت تنهار زي قطاع الزراعة. فعلاً أصابوا ضرر آه بالغ جدا جدا يعني 6 مليون فدان اللي من ام محمد م. علي كانوا بيتناقصوا وبيتلاشوا النهارده هو طرح مشروع بديل اللي هو 1.5 مليون فدان وده 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 يمكن هيكون المشروع الاكبر اكبر في طريق مصر آه داخل النهارده دا في صناعات كبيره للبتروكيماويات داخل فيه نعم آه يعني آه يعني لا بدا يحط ايده على احتياجات الدوله يعني المصرية هذا بفضل آه آه عوده آه المؤسسه العسكريه برئاسه عبد الفتاح السيسي الى سلطه آه الحكم لأنها هي خلينا نقول بوضوح م. بوضوح بدون بدون يعني تنظير احنا عايزين يعني نتكلم على الواقع العمل اللي يفيد البلاد م. انه هي المؤسسة التي يعني لديها رؤية واضحة للدولة المصرية حتى الآن واثبتت التجربة في الخمس سنين العجاف اللي فاتوا ان هي زي ما السيدة بسنت قالت دعمت الدولة بقدر كبير الاقتصاد الموازي اللي اتكلمت عليه السيدة بسنت تقريبا بيتجاوز تريليون و200 مليار جنيه م. ده برضه دعم الدولة ولكن الآن المشروعات اللي بتشتغل فيها جزء جزئين مهمين جدا كنا بنفتقرهم في مشروعات سابقه على مدى العقود السابقه هقولها في عجاله هي انه مساله الاستثمار والتشغيل يعني المليون ونص فدان دول مش ه... ما... ما... يعني الجديد فيهم انه هيتم توطين الناس بتسكين منازل بانشاء شركه تشرف وتشتري المحاصيل ده في حد ذاته كويس ازدواج قناه السويس المنطقه الاقتصاديه اللي هي حاليا بتتعمل 600 كيلو متر المدن الجديده الانفاق اللي تحت قناه السويس شرق التفريعه مشروعات عملاقه صناعه البتروكيماويات بالمناسبه ستتصدر المشهد القادم في مصر بصوره كبيره جدا لان دي قاطره تنميه اقتصاديه نعم. للدوله المصريه والمشروع باكوره هذه المشروعات سيتم تجريبه في 2017 تم الانتهاء في حوالي 75% نعم. منه حتى الان إذن اضافه الى الاكتشافات النفطيه وسنتحدث عن هذه المشاريع وغيرها عوده المؤسسه العسكريه للحكم في مصر ضمنت انعاش الاقتصاد، سيد امين ابو طالب تتبعت يعني كجميع العرب وجميع ايضا المختصين في الشان الاقتصادي والمالي ما حدث في مصر منذ خمس سنوات يعني منذ مجيء السيسي في الثلاثين 30 من نو من يونيو من عام 2013 يجمع الكثيرون ان الامور تغيرت نحو الافضل في مصر، هل تتفق مع هذا الراي ام لا؟ اولا مصر هي ام الدنيا وشعبها شعب عظيم، صحيح يعني لما لما تجالس ابناء مصر تجد فيهم انهم يحبون بلدهم، يريدون النهوض بكل القطاعات. النظام المصري عنده مفاتيح، المفاتيح هي عند الجيش مش عند سياسي فالان يمكن ان تستقر لكن الاستقرار المواطن يحب السرعه في الاستقرار الاستقرار صعب انه يكون بعد سنه مثل ما ذكر الدكتور انه الان بدات بوادر الانفتاح الاقتصادي على مصر والاستقرار الامني يدعم كثيرا جلب استثمارات اجنبيه، لاحظنا العام الماضي اكثر من 2100 مشارك في ملتقى الاستثمار وهذا العام ايضا نرتقب يعني تهاطل رؤوس اموال كبيره في ملتقى الاستثمار في شهر مارس ان شاء الله. هذا كله خير للشعب المصري، والشعب المصري ذكي جدا لانه يهمه الاستقرار يهمه الامن الداخلي يهمه وهو ملم بما يحيط به من اخطار اخطار الارهاب اخطار الامن لان الامن يهرب المستثمر فالنظام الان الاستقرار تاعو يجعل من الاقتصاديين والمستثمرين يدخلون بأموالهم ويستثمرون في مصر ويكون هناك انعاش اقتصادي في المستقبل القريب نعم يعني سياسة عبد الفتاح السيسي حد الآن على الأقل السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي سياسة, سياسة واضحة نعم سيدة باسنت فهمي ما زلت معنا من القاهرة عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية تحدثي قبل قليل عن الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد الموازي الذي ربما يشكل نصف الاقتصاد الكلي الاقتصاد الحقيقي الدولة المصرية كيف يمكن الآن أن تتعامل الحكومة حكومة السيسي مع هذا الاقتصاد لإدماجه في الاقتصاد الحقيقي من أجل إنعاش الاقتصاد المصري والله أنا من وجهة نظري الشخصية ليس هو الهدف الأساسي الآن إحنا كما تفضل السادة الأفاضل بشرح أنه هناك مشروعات عملاقة وعلى فكرة لما بنقول القوات المسلحة قوات مسلحة ما بتنجزش كل ده هي بتدير الغالبية العظمى منها يعني بتاخد هي المقاولة احنا ما نقدرش ننكر ان احنا عندنا فترة عدد كثير من السنوات ما لم يكن هناك ما يسمى بالزبط والربط في العمل احنا عارفين نقطة الضعف دي ويجب ان نتجاوزها مصر بلد مليانه ثروات 40% من من شعبها شباب قادر على العمل هناك رجال اعمال على اعلى مستوى بالعالميين هناك جهاز مصرفي قوي هناك بورصه واعده لكن ما فيش زبط وربط كما يقال قوات مسلحة عندها هذا النظام ولذلك حتى لما بتأخذ مشروعات كبيرة مش هي اللي بتنفذها بتأخذ من الباطن قطاع خاص بيشتغل تحتها بس هي اللي بتشرف وبتنجز التنفيذ دي جزء مهم أول. الجزء التاني موضوع لا. الاقتصاد غير الرسمي أنا من وجهة نظري الشخصية مش وقته لا. يعني احنا النهارده عاوزين نشتغل على التوازي على متناهي الصغر والصغير وخصصت الحكومة المصرية والبنوك المصرية مبلغ 200 مليار دولار 200 مليار عفوا جنيه مصري على السبع سنوات القادمة للتمويل متناهي الصغر والصغير م. لأنك لو اشتغلت فقط على المشروعات الضخمة والمشروعات القوميه ودي احنا محتاجين لها ما فيش جدال ده قد يؤدي الى ارتفاع مستويات التضخم بشكل غير محسوب ولذلك الدوله ابتدت فعلا في التمويل متناهي الصغر والصغير عشان يمشي الاقتصاد على التوازي تعمل مشروعات ضخمه وانا بكرر احنا محتاجين لها احنا عاوزين بنيه تحتيه عاوزين طرق عايزين سكك حديد عايزين نقل نهري عايزين طاقه عاوزين حاجات كتيره قوي في البنيه التحتيه ميه عاوزين مجاري يعني مشروعات البنية التحتية مصر متسببة بقى سنين طويلة جدا مهملة في الجزء ده احنا بنينا مدن كتيرة جديدة لكن ما اديناهاش ما يكفي من الطاقة وعندنا عشرين مدينة جديدة هتبني فالبنية التحتية بيتولى إدارتها إذا جاز التعبير القوات المسلحة لكن مش هما بس اللي بيعملوا على التوازي ابتدينا نشتغل في المشروعات اللي هي علشان يحصل توازن ويبتدي بقى الشعب يشعر لها المشروعات الزراعيه وما يقام عليها من صناعه ومدن جديده 200 مليار للشباب عشان يبتدوا يشتغلوا في الاعمال الحره يعني الاقتصاد ماشي على التوازي بحيث انه احنا نعلم جيدا العالم كله عنده مشاكل اقتصاديه فانا نعم. لا اتوقع بسرعه دخول الاجانب لان المشاكل موجوده في كل نعم. حته لكن زي ما حضرتك شفت نعم. آه عايزه بس اقول جزء نعم. صغير نعم. احنا نعم. بدانا بعد تكوين البرلمان بعد ما البرلمان انتهى الحمد لله من تكوينه ومضينا على اغلب القوانين ونظم القوانين اللي كانت صدرت ابتدت تظهر الشركات اللي مضت بالاحرف الاولى في شرم الشيخ ابتدت تظهر الشركات الروسيه والشركات الصينيه وانا بتوقع ان كل اللي مضوا بالاحرف الاولى م. هيبتدوا ان شاء الله يدخلوا للاستثمار ان مصر مش اهميتها مصر بس مدخل افريقيا فالمكان كبير قوي الحقيقه. سيده بس انت فهمي يعني منذ وصول السيسي الى الحكم في مصر تلقى دعما سياسيا واقتصاديا من دول الخليج خاصه من الامارات السعوديه والكويت مع ربما هذا التراجع لدوله قطر عن الاستثمار ومساعده مصر. يعني في ظل هذا التراجع القياسي لاسعار النفط العالميه هل تتوقعين ان يعني تستمر الدول الخليجيه في دعم مصر ام ربما قد تسحب البساط بما ان مداخيل هذه الدول تتراجع بشكل كبير جراء تراجع اسعار النفط. شوف حضرتك تراجع اسعار النفط يعني صحيح سيء على دول كثيره بس هو طيب بالنسبه لنا لان احنا بنحط م. جزء كبير قوي من الدعم في النفط الحقيقه فده بياثر ايجابيا على الموازنه العامه للدوله اما بالنسبه لاستثمارات الخليجيين في مصر استثمارات كثيره جدا وانا اعتقد ان الكل يعلم في زر, زر الظروف العالميه المتغيره استقرار المنطقه كلها ايجابي للمنطقه كلها، احنا كدوله لازم احنا دوله كبيره احنا دوله مش صغيره. دوله كبيره ومساحتها كبيره وعدد السكان كبير واستقرارها مهم قوي والاستثمار في 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 المنطقه حتى لو حبينا نقول امتداد افريقيا كمان. اعتقد ان الخليجيين يعلموا جيدا ان مصر بافريقيا من اهم الاسواق. الصين جاية تستثمر هنا روسيا جاية تستثمر هنا مش بس علشان مصر عشان المنطقة ككل فأنا لا أتصور أن الاستثمارات هتقل بالعكس ده قد يكون جاذب أكثر نتيجة عدم الاستقرار لأنه تنوع الاقتصاد الخليجي أصبح مش رفاهية هم كمان لازم ينوعوا من مصادرهم ليه؟ لأنه ما يقدروش يعتمدوا على النفط العمر كله نعم. فبالعكس أنا بتصور وفي الأسبوع الماضي واللي قبله المملكة العربية السعودية بالذات اتكلمت على مشروعات زي ما ذكر الأخ في مجال البتروكيماويات واسعة جدا فأنا لا أتصور أنه أنا مش عايز أتكلم على الدعم لأنه الدعم فعلا زي ما تفضلت حضرتك ده هيبقى صعب لكن الاستثمار المشترك هو ده اللي إحنا بنسعى فيه أنا ما أتمناش أن بلادي تعيش على الدعم أتمنى أن اقتصادي يقوم بمصالح مشتركة بيننا وبينهم نعم محمد آه الألفي يعني آه كما آه تشير آه إلى ذلك أنت وكما أشارت إليه السيدة آه باسنت فهمي من القاهرة الاقتصاد آه المصري بات يسير على الخط الصحيح على السكة الصحيح آه يعني ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة حاليا عاجلا من أجل الدفع بهذا الاقتصاد الذي عانى لمدة خمس آه سنوات وكان الاقتصاد أنا آه قبل مبارك وحتى في زمن مبارك يعني يحقق نسب نمو محترمة ما هو كان بحضرتك بيحقق نسب نمو لكن لشريحه محدده وكان ما فيش عداله توزيع الثروه ولا وكان حتى في جزء موجود كنا بنعاني منه هو عشوائيه الاستثمار الان اصبح هناك خريطه واضحه اين اين ياتي المستثمر ليضع امواله واين وفي ماذا سيستثمر ده جزء كنا بنفتقره الجزء الاخطر كانت النهارده احنا بدانا نرجع لمشروعات كثيفه العماله ده تم تحديده النهاردة البنية التحتية هي جذب الاستثمارات بيتم تأهيل بنية تحتية بشكل كبير حضرتك المنطقة الاقتصادية اللي, اللي هي على جانب في قناة السويس 600 كيلو مربع ده مشروع عملاق جدا إذا كورن مثلا بالمنطقة الناجحة في جبل علي أقل من 200 كيلو الموضوع التحديد أنشطة اللي هي أولويات ما يحتاجه الاقتصاد المصري ده كمان جزء بتتدخل فيه الدولة وده تدخل جيد ومحمود لأنه بيؤكد على حاجة الدولة إلى هذا القطاع أو ذاك وبيحمل المستثمر من فكرة الاستثمار العشوائي لكن م. أنا أتصور أنه نعم. آه على 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 المدى القريب جدا م. المدى القريب جدا أنه على عكس ما هو متوقع أن الاستثمارات ستنخفض لا حالة الاضطراب المالي في العالم ستدفع بجذب رؤوس أموال كبيرة باتجاه القاهرة وهذا بما سيدفع النمو الاقتصاد بشكل أو بآخر وأنا متفق في جزئية مع السيدة بسنت أنه لا نريد دعم، نريد استثمارات، وهو ده على فكره الدولة شغالة عليه، وبالمناسبة الرئيس السيسي كان له تصريحات متعددة في هذا الاتجاه لما قال أنا أبحث عن دم. استثمارات ولن م. نعيش على الدعم لفترات طويلة. وهذا ما سنكتشفه في الجزء الثاني من هذا المرة، شكراً جزيلاً لك، وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذا الجزء الأول من برنامج الأسبوع الاقتصادي وقفة قصيرة مع فصل إخباري ثم نعود لمواصلة النقاش فابقوا معنا.